السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. يعتقد كتير من الناس ان تعرضهم لظروف خارجيه سواء ماديه او ضغوط نفسيه او عصبيه او مرضيه هو السبب الاساسي في شعورهم بعدم الراحه والرضا والاقبال على الحياه. هذه بعض الاسباب، لكن في سبب رئيسي مهم جدا هو اللي بيخلينا نحس بالشعور بعدم الرضا والراحه والاقبال على الحياه، هو نقص ماده الدوبامين في الدماغ. المادة دي لما بتنقص في جسمنا مش بس بتدينا الشعور بعدم الرضا والراحة وعدم الإقبال على الحياة، تخلينا كمان عندها شعور بالتعب والإرهاق والذاكرة بتاعتنا تتأثر، مبقاش كاهلنا نفس نعمل أي حاجة. عشان كده النهاردة هنتعرف على كل ما يخص هذه المادة ببساطة واختصار. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. النقل العصبي الدوبامين ده اول ما يقل في جسمنا بيدينا الشعور اللي انا ذكرته في البدايه، وفي نفس الوقت اول ما يبقى في جسمنا في المعدل الطبيعي يدينا شعور بالراحه والرضا والاقبال على الحياه. بتحس كده انك نفسك تعمل كل حاجه، النشاط، الحركه، الذاكره، التركيز. عشان كده النهارده هنتناول في هذا الفيديو ده نقاط معينه. يا ترى ايه هي الاغذيه اللي بترفع نسبه الدوبامين في جسمنا بصوره طبيعيه وتساعدنا على الشعور بالرضا والاقبال على الحياه؟ الحاجه الاخرى، هل في اغذيه بتقلل ماده الدوبامين في الدماغ وتدينا الشعور بعدم الرضا والاقبال على الحياه؟ هل في اسلوب حياه صحي يساعدنا على الشعور بالرضا والاقبال على الحياه؟ عشان كده مهم جدا نعرف ايه هي الاغذيه دي وايه اسلوب الحياه الصحي اللي بيساعدنا على زياده الدوبامين، وايه هو الاغذيه التي تقلل نسبه الدوبامين في الدماغ. اول نقطه مهمه قوي، افضل الاغذيه اللي بتساعد على زياده الدوبامين في الدماغ وهو الكركم، نظرا لاحتوائه على ماده الكركمين. الكركمين دي مادة مضادة أكسدة، مضاد التهاب قوي جدا. الدراسات أثبتت إن هي بتساعد على الحفاظ على الخلايا العصبية الدوبامينية من التلف، يعني بتحمي الخلايا العصبية اللي في الدماغ اللي تفرز الدوبامين من التلف، وبالتالي بتساعد على زيادة الدوبامين بسرعة فعالة جدا. والكركم ده مهم جدا نضيفه لأكلنا كله، نضيفه للشوربة بتاعتنا، الرز بتاعنا، القهوة بتاعتنا، الشاي بتاعنا، نضيفه لأكلنا كله. احنا لو حرصنا على اضافه الكركم لاكلنا كله ده هيساعد على زياده الدوبامين بصوره فعاله. بس هنا بنوه على حاجه مهمه قوي، الكركم بيحتوي على ماده الكركمين اللي هي السر ورا فايدته. بس مهم جدا نعرف ان ماده الكركمين دي لا تمتص الا في وجود ماده البيبرين اللي موجوده في الفلفل الاسود. مهم قوي نضيف على كل 200 جرام من الكركم معلقه صغيره من فلفل اسود ونخلطها كويس قوي ونستخدمها في الاكل بتاعنا كله. الحاجة التانية أخرى واتعمل عليها دراسات كتيرة قوي اللي هي بذور الميكونة. إيه بذور الميكونة دي؟ بذور الميكونة دي حاجة حلوة جدا، بتحتوي على مادة الـ دوبا اللي بتتحول إلى دوبامين في دماغنا، وبتساعد فعلا على زيادة الدوبامين بصورة فعالة جدا، لدرجة إن هي بتستخدم في علاج مرض الباركنسون. مرض الباركنسون أو شلل الرعاش بتبقى مشكلتهم الأساسية نقص مادة الدوبامين في الدماغ نتيجة تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن إفراز الدوبامين في الدماغ. فحلوة قوي مادة الميكونة دي أو بذور الميكونة دي تكون موجودة معانا في أسلوب حياتنا، وفي منها مكملات حلوة قوي ممكن تساعدنا إن إحنا نحس كده بالراحة والسعادة النفسية، وتحمينا كمان من أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة كلها منها الشلل الرعاش. تالت حاجة حلوة قوي بتساعد على زيادة الدوبامين في الدماغ، عشبة الجينكا أو نبتة الجينكا. النبتة دي لها دور فعال في زيادة الدوبامين في الدماغ لأنها بتزود الدم المحمل بالأكسجين الواصل للدماغ. أيضا بتحتوي على مضادات أكسدة، مجموعة الفلافونويد اللي بتساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف وحماية خلايا الدوبامينية من التلف، وفي منها مكملات كتيرة قوي موجودة سواء محلية أو مستوردة. ايضا من الاغذيه الحلوه قوي اللي بتزود الدوبامين في الدماغ وهو الشوكولاته الغامقه. الشوكولاته الغامقه نظرا لاحتوائها على مضادات اكسده ومضادات التهاب فعلا بتزود الدوبامين في دماغنا بصوره فعاله جدا، وبتخفض الضغط وبتقلل دهون الدرق في الدم وبتحسن وظائف القلب والاوعيه الدمويه، وفعلا بتحسن المزاج بصوره حلوه قوي. حلوه قوي لو تناولت شوكولاته غامقه وتناولت معاها فنجان قهوه بالكركم، دي هتحس بقى بالراحه النفسيه والرضا بصوره كبيره قوي قوي. ايضا من الحاجات الحلوه بتساعد على الشعور بالراحه والرضا من الاغذيه وهو المكسرات. كل انواع المكسرات بتساعدنا على الشعور بالرضا والراحه النفسيه لانها بتزود الدوبامين بصوره فعاله نظرا لاحتوائها على املاح معدنيه وفيتامينات. وحلو قوي لو تناولت حفنه مكسرات وتناولت معاها ايضا فنجان قهوه بالكركم، هتحس كده ان مزاجك بقى كويس وهتحس كده بشعور بالرضا والاقبال على الحياه، وتحس انك قادر تتواكب مع الضغوط النفسيه والعصبيه اللي انت بتتعرض لها.
ايضا من الاغذيه الحلوه او الزود الدوبامين في دماغنا وهو البروتين. كل انواع البروتين الحيواني حلوه او بتساعد على زياده النواقل العصبيه المسؤوله عن السعاده الدوبامين، وده نظرا لاحتوائها على حمض اميني اللي تيروسين، نظرا لاحتوائها ايضا على تريبتوفان. ده بيساعد فعلا على تكوين النواقل العصبيه المسؤوله عن السعاده في دماغنا اللي هو الدوبامين والسيروتونين. عشان كده مهم قوي نحرص على تناول كل البروتينات، واهم وافضل البروتينات وهو الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين، ايضا الرومي من الحاجات الحلوه قوي اللي بتزود الدوبامين في الدماغ، ايضا الدواجن اللحوم كلها حاجات حلوه قوي بتزود الدوبامين بصوره فعاله. ايضا من الحاجات الحلوه قوي بتزود الدوبامين بصوره فعاله وهو السلطه الخضراء. فحلو قوي ناكل سلطه خضراء وناكل بروتين. لو انت او انت بتخسوا كلوا بروتين وسلطه خضراء وتعوش شكل سكريات. السكريات مش هتحسن لكم الدوبامين، السكريات هتزوده مره واحده وبعد كده هيقل ويجي لكم اكتئاب. فحلو قوي طبق السلطه الخضراء السبع الوان انه ضاف لي زيت زيتون وليمون، وحلو قوي لو ضفنا ليه البنجر. البنجر من الحاجات الحلوه قوي اللي بتزود الدوبامين في الدماغ، بالذات لو انت مش مريض سكر. مرضى السكر يعملوا طبق سلطه سبع الوان من غير البنجر زي زيت زيتون وليمون. الناس اللي ما عندهمش سكر يضيفوا ليه البنجر، حاجه حلوه ايضا بتزود الدوبامين في الدماغ بصوره فعاله. طيب بقى بالنسبه للفواكه والخضروات، الفواكه والخضروات كل الخضروات معانا كلها بتزود الدوبامين في الدماغ. الناس ما تعرفش ان الخضروات بتزود الدوبامين في الدماغ، الناس اعتقدها السكريات. لا، السكريات بتدمر الدماغ، بتدمر الجسم كله. الفواكه بقى افضل انواع الفواكه، الفواكه اللي هي لونها احمر داكن زي التوتيات، زي الفراوله، زي الكرز، زي العنب الاحمر، العنب الاسود، البطيخ، الرمان، حلوين قوي بيزودوا الدوبامين في الدماغ بصوره فعاله. ايضا من الحاجات الحلوه قوي بتزود الدوبامين في الدماغ بصوره فعاله وهو اللبن الرايب والكثير والزبادي. يعني تناول اللبن في صوره مخمره، افضل انواع اللبن الرايب والكثير والزبادي اللي هي من اللبن الجاموسي، يعني حلوه تكون مكونه من اللبن الجاموسي. ليه؟ لان اللبن البقري فيه نوع كازين بيزود الالتهابات في الجسم، بيحفز تكوين السرطان. ايضا تحويل اللبن الجاموسي لصوره مخمره سواء اللبن الرايب او الزبادي او الكثير، ده بيحول سكر اللاكتوز الى لاكتيك اسيد، ما عملناش حساسيه ولا مشاكل صحيه. حلوه قوي لو انت متضايق او تعبان او حاسس بعدم الشعور بالرضا او عدم اقبال الحياه، تعمل زبادي او رايب او كفير مع فاكهه، بالذات الفواكه اللي لونها احمر غامق، يعني زبادي مع توت، زبادي مع فراوله، زبادي مع موز، زبادي مع عنب احمر. حلوه قوي قوي لو تناولت الطبق ده زبادي مع اي حاجه من الفواكه الحمراء او حتى الموز، هيساعدك فعلا على الشعور بالراحه النفسيه والرضا والاقبال على الحياه. يا ترى ايه هو اسلوب الحياه الصحي اللي ساعدنا على زياده ماده الدوبامين في الدماغ ويدينا الشعور بالسعاده والرضا والراحه واقبال على الحياه؟ اول حاجه النوم، لازم ننام فتره كافيه من 6 ل 8 ساعات. ده بيساعد فعلا على زياده ماده الدوبامين في الدماغ او نقل عصبي الدوبامين او هرمون الدوبامين في دماغنا، ويساعدنا على الشعور بالراحه النفسيه. وانا تناولت في فيديوهات سابقه، لو انت مش عارف تنام ممكن عشبه النردين من الحاجات الحلوه قوي، معلقه صغيره من عشبه النردين ونضيف لها كوبايه ميه مغليه ونغطيها 5 دقائق ونشربها قبل ما ننام، هتنام على طول وتصحى تلاقي نفسك ما شاء الله عندك طاقه ورضا واقبال على الحياه. الحاجة الأخرى مهمة قوي ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة بتساعد على زيادة كل النواقل العصبية، مش بس الدوبامين، دوبامين والسيروتونين. إحنا لو مارسنا الرياضة بانتظام هتساعدنا فعلا على زيادة الدوبامين والسيروتونين. أول ما تمر بتحديات وشعور بعدم الرضا والراحة وإقبال على الحياة، ما تقفلش الأوضة بتاعتك وتقفل الستائر وتقعد وما تعملش حاجة. مهم جدا تتحرك، اتحرك أو اتحركي، العبوا رياضة على قد ما تقدروا، هيساعدكم على زيادة الدوبامين في الدماغ بصورة فعالة. ايضا من الحاجات الحلوه التعرض للضوء. احنا بنتعرض للضوء، ده بيزود فيتامين د، يزود تكوين الدوبامين في الدماغ. ايضا من الحاجات الحلوه النفس العميق. احنا لو خدنا نفس عميق وكتبناه نص دقيقه وخرجناه وكررنا الموضوع ده 10 مرات، ده هيساعدنا على زياده الدم المحمل بالاكسجين للدماغ وزياده ماده الدوبامين في الدماغ. فحلو قوي نتنفس كل يوم الصبح اول ما نصحى 10 نفس عميق بالطريقه اللي انا ذكرتها، وحلو قوي نتعرض للضوء، وحلو قوي نمارس الرياضه. طيب الحاجة الحلوة قوي اللي لازم نحرص عليها أيضا بتساعدنا على زيادة الدوبامين بصورة حلوة في دماغنا وهو الصلة بالله سبحانه وتعالى. كل ما تحس إن أنت بتمر بمشكلة أو عدم رضا أو عدم إقبال على الحياة، قرب من ربنا قوي وامسك كشكول واكتب فيه النعم اللي ربنا اداها لك. هتلاقي إن ربنا مداك نعم كتير قوي، حتى لو أنت ابتليت بنقص في حاجة هتلاقي إن ربنا معوضك في حاجات تانية كتير. أما تفتكر نعم ربنا عليك هتحس بالرضا والراحة وإقبال على الحياة. طيب يا ترى بقى ايه هي الاغذيه اللي بتقلل نسبه الدوبامين في الدماغ؟
أول نوع من الأغذية بيدمر دماغنا وبيدمر جسمنا كله هو السكريات. الإفراط في تناول السكريات تعمل إيه؟ الإفراط في تناول السكريات ترفع سكر الدم مرة واحدة، أول ما تدخل الجسم يروح فارز هرمون الإنسولين، يروح سكر الدم يقع مرة واحدة، تحس كده بالراحة النفسية مدة مثلا نص ساعة ساعة ساعتين بكتير، تحس بعدها انك انت مكتئب جدا جدا نتيجة نزول السكر مرة واحدة، وتحس ان انت عايز تاكل نفس الحاجة. ولو دخلنا في ادمان السكر، ادمان السكر سبب من اسباب الالزهايمر، سبب من اسباب الشهية الرعاش، سبب من اسباب الاكتئاب، سبب من اسباب سمنة والضغط والسكر والدهون في الدم والكبد الدهني. فالسكريات نتجنبها على قد ما نقدر. اول ما تحس ان انت عايز تاكل حاجة حلوة، حلو قوي تاكل ثمرة فاكهة وتشرب كوباية مية، ده حلو هيديك شعور بالراحة النفسية، وحتة الإلحاح في دماغك دي ان انت عايز تاكل حاجة مسكرة هتختفي بفضل الله سبحانه وتعالى. ادم من الحاجات التي يجب ان نتجنبها للأسف بتدمر الدوبامين في دماغنا، وهو الأغذية المحفوظة والأغذية المعلبة واللحوم المصنعة، ايضا المقليات كلها بالذات المقليات بالزيوت النباتية اللي هي المكررة، ايضا السمن النباتي المهدرج، الاكياس كلها. مهم جدا نخلي بالنا ان كل دول بيدمروا دماغنا وبيدمروا جسمنا كله. ايضا مخبوزات البيضة اللي هي مصنعة بدهون نباتية مهدرجة، كل دول بيدمروا جسمنا. فلو انت بتمر بتحدي او بتمر بابتلاء مادي او نفسي او مرضي وكمان في نفس الوقت واقع في هذه الأغذية، هتلاقي الدوبامين في دماغك قل جدا، وتلاقي نفسك تعبان، عايز تنام، مرهق، اكتئاب، ما عندكش مالكش نفس تعمل اي حاجه خالص، مفيش حركه، مفيش نشاط، مفيش ذاكره. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين حتى لو عندنا ابتلاء، حتى لو عندنا مصيبه، حتى لو عندنا اي حاجه بنمر بيها حلوه قوي، نساعد جسمنا ان هو يكون ماده الدوبامين بصوره طبيعيه عشان نقدر نتواكب مع التحديات اللي احنا بنقابلها. مع تمنياتي ليكم بالصحه والعافيه والسعاده وراحه البال، والسلام عليكم.